صباح الخير مشاهدي متابعي قناة شو تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث الصباحي المباشر. كيف تشوفوا هنا هذا الحافة، المنظر الصباحي الجميل بمناسبة السوق الأسبوعي، تكون أجواء عامرة بسيدي بوصبار. اللي من خلال هذا البث المباشر هدايا نحاول نقربكم الأجواء الصباحية، وخاصة بالعالم القروي والأسواق الأسبوعية والأجواء ديال البادية عبر قناة الشعب قناة شوف تي في. تحية صباحية لكل الإخوة والأخوات المتابعين والمشاهدين فينما كنتوا داخل الوطن خارج الوطن، أهلا ومرحبا بكم. أجيو تشوفوا سيدي بوصبار والأجواء ديال الصباح والأسواق الأسبوعية وكل ما تخص البادية، وخاصة هذه الأجواء الهادئة الباردة إن صح التعبير، أجواء باردة بالمنطقة الجبلية هاد الأيام. عرفت شوش تنتو ما عندكم البرد ولا غير حنا هنا في الجبل؟ تحية لكل الناس اللي تتابعونا فينما كنتم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اصلي من وزان ساكن مراكش، تحية الناس وزان وتحية الناس مراكش، تحية لكل خوتنا وحبابنا اللي تشوفونا فينما كنتوا داخل الوطن خارج الوطن. انتم معنا على المباشر اللي غادي نحاول نقربكم. انا بغيت نبدا لكم هنا بهذا المشهد وهذا المنظر من اعلى الجبل بسيدي بوصبار، مرورا بالطريق الدائري من هنايا اللي غادي نمشيو من هنا على المؤسسة ديال القيادة والجماعة، ونهبطوا كذلك حتى السوق الأسبوعي. كل واحد يقول لنا منين تتابع هذا البث الصباحي، من أين قرية أو دوار أو مدينة أو دولة، مع ذكر اسم المنطقة اللي تتواجدوا فيها في إطار التواصل المباشر مع قناة الشعب. مرحبا بكم كاملين، نحن جد سعداء بتلقي اقتراحاتكم واستفساراتكم، ولما لا حتى انتقاداتكم. اكتبوا لنا تعليقاتكم، هي المؤسسة التنموية التأهيلية بسيدي بوصبار. أنا في عطلة، كاش قراية اليوم؟ هل ستكون دراسات تكون هدني عامرة بتلمت؟ لأن الثانوية الوحيدة في المنطقة هنا اللي تجمع كل الدواوير ديال المنطقة. اليوم سيدي بوصبار وجهة واحدة وهو السوق الأسبوعي. سي جمال صباح النور، صباح الخير سي جمال، تحية ليك وتحية لكل الأصدقاء والمتابعين فينما كنتوا. وما نساو تسلمنا على سعيد على القيدوم ديال المهنيين. خليكم معنا، غنفوتو بعدا الشميشة من هنايا. الشمس تتعكس تتأثر على الصورة.
سبق لي وقلت لكم بأن المنطقة يعني منطقة دير وزان بصفة عامة تمتاز بمجموعة من منابع المياه الصالحة للشرب أو المياه الاستشفائية. من بين هاد المياه هذه المنطقة سيدي بوسبات تمتاز بجوج ديال العيون، كاين هاد العين هذه هنا وكاين عين واحدة أخرى باللي يعني الماء ديالها السوق، ما عرفتش واش تيبان لكم السوق من هنا، الماء ديالها طلوب تيجيو ليه الناس من كل قنت، من كل يعني تقولوا كل قنت بالدارجة ديالنا البلاد، يعني من كل قنت من كل بلاصة من المناطق طبعا المجاورة، مثلا جرف الملحة، منطقة سيدي رضوان، منطقة عين دريج، منطقة هذو المناطق المجاورة اللي قريبة من مركز سيدي بوسوار. انتم متابعي مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تيفي بالمباشر من مركز سيدي بوسبار، أجواء الصباحية تزامنا مع السوق الأسبوعي والحركة في العالم القروي اللي تنحاول بين الفينة والأخرى أننا نقربكم الأجواء ونرصد لكم كل كبيرة وصغيرة وكل ما يخص بالعالم القروي والأجواء والتقاليد والعادات ديال العالم القروي، وكذلك حتى المشاكل ديال العالم القروي والمعاناة ديال العالم القروي، ما يميز العالم القراوي كذلك. هاتي نمشيون شوية ونجيبو الطورة من الشمس. رابع أنوار، تحية للناس الجالية، تبارك الله عليك السي رابع. تحية للناس المملكة العربية السعودية. هاهي الدجاجة، هاهي الدجاجة حيد من الطريق. الدجاج ديال صبحو تيلقطو في الشانطي ديك، خاصة في هاد الوقيتة تيكون موسم الزيتون والحركة ديال الشاحنات والعجلات ديالهم، تخلي ديك طريفة ديال الزيتون في الروايط مع تخرج بشي معصارة ولا شي حاجة. اجي حتى الإعدادية بالنسبة للساكنة ديال المنطقة وأبناء المنطقة اللي توحشوا الإعدادية والذكريات ديال الإعدادي، اجيو معنا تانتوما نشوفو. صراحة تبقى فيا غير هاد التلامذة، أنا كذب عليك تنشوف العالم القراوي والبعد وهاد البرد وتيخرجو وتيرجعو متيقراوش، إلا مؤسف جدا، يعني مسؤولية يتحملها الجميع ما يقع للتلاميذ، غير أطفال مساكن لا حول لهم. خاص شي إصلاح نيشان، شي إصلاح يكون معقول، شي حاجة تكون منطقية ملموسة باش هاد المعاناة هادي تسير. وشنو دابا التلاميذ يجيو تيقطعو عشرات الكيلومترات، تيجيو حتى الباب ديال المؤسسات يصطدمو بان ما كاينش، على الاقل يعلمو بعدا، غير قبل يكون ديجا راه الدراري عندهم الخبر ما يجيوش انا خرج من دارهم، تيخرجوا الدراري والبنات تيبقاو عرضه للتشرد والتعاطي للمخدرات والتدخين، المهم شي حوايج راه لا حول ولا قوة إلا بالله، وخاصة أمام أبواب المؤسسات التعليمية المحيط ديالها، ماشي نقولو أنا تتشوف شي مشاهد راه لا حول ولا قوة إلا بالله. الدريريات الصغار تتصيب شادة واحد، ونهضرو هكا نيشان ما نبقاش نطرقو الشمس بالغربة ولا نهضرو بالهمز ولا دريرية صغيرة تصيبها واقفة مع واحد، راخر واقفين راه في الاخرين هودو لديك الخندق، راخر راه من الهلجي جالسين ما كاينة حالاش. صراحة الله اباء عندنا في العالم القروي غايبين نهائيا. سير 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 الاباء غايبين نهائيا، ما كاينينش
يراقبوا تا وليدات مهيده ويتبعوهم ويشوفوا راهم على الاقل الى ما قراو شي ما يتبعوش شي شبليه خايبه. والله الا كاينه شي مشاهد الا زعما صراحه الله بنيته صغيره تنشوف بعيني هاد الايامات وعندي فيديو مع حشومه يعني غير الا هضرت على هاد الظاهره هادي ربما شي واحد يكذب او يقول لك لا ولا ما او لا ما كذا. وانا راه كنت اصلا غادي نقلب على باها وغادي نقولها له نقول له شوف تمتك وراقبها عاود مشكله يمشي ربما يضربها ولا شي حاجه كذا. المهم شي مشاكل لا اله الا الله من هذا. ولهذا خاص الاباء تاني يتبعوا وليداتهم وخاصه الوقت اللي ما تيكونش قارين يتبعوا البنات ديالهم ويراقبوهم ويشوفوا في العالم القروي راه غادي الخراب الله يستر. يراقبوا البنات ديالهم ويراقبوا وليداتهم. الموحد ديال المدرسة تلقاه معمر بالبنات وبالولاد هاكا نقولوها هاكا شوج ديال الحشمة وشوج ديال اللي بغى يطلع له الدم يطلع له الدم واللي بغى يتقلق تقلق واللي ما جاش يقدو هاد الهضرة ما انا ما نعملو له هو راه الواقع. انا ماشي تنجيبها من راسي تنقولها لكم هادشي اللي شفتو بعيني وبقى فيا الحال وضرني خاطري ما عجبنيش ديك الشيء. واجب علينا ننبهوا بحال هاد الامور هادية. راه اكيد دابا اللي بنتو ولا ولدو تيدير بحال ديك الشيء هكاك ما يعجبوش الحال يقول لك شي وحدين عاود هما براسهم هادوك التلاميذ ما يعجبهمش الحال يقول لك فيك الحاضيه او لا فيك التبرقيق او لا كدا اسمي بحال هكا. هو العكس ما خصوش بنادم يخلط الامور. علاش ما تقولش عنده واحد الغيره على ولاد بلاده وبنات بلاده وما بغاش يمشيو في ديك السلوكات المنحرفه او في ديك التجارب اللي دوزناهم حنا تنحاولوا ما تطيحوش فيهم انتم شي حويجات اللي دازوا علينا حنا ما يدوزوش عليكم انتم. ونبهوا الاباء من اجل اصلاح ما يمكن اصلاحه وسمحوا لنا على العموم سمحوا لنا وصافي. هي المهمة دارها واقع واللي قال العكس. انا قلت لك عندي فيديو تيوثق لهذا الشيء هذايا ماشي غير قالوا او لا هضره ولا. ومع الاسف الشديد يعني بنت الاعدادي ماشي بنت كبار بنت صغار لدرجة ولاو البنات كيف تنقولو يهربوا يزيدوا جوج بنات هذا راه دايره بوم راه كلشي عنده الخبر. مشاو للمدرسة لقاو الإضراب ما كان شي زادو فيه مشاو دوزو ما نعرف أسبوع تقريبا وعاد رجعوا فين كانوا الله أعلم. ما من مشاو الله أعلم وما عليهم شافوا من الناس يركبوا في الطوموبيل مع شي وحدين وكذا رجعوا الموضوع ديالنا ديال الصباح والدردشه الصباحيه هنا من مركز سيدي بوصبر والاجواء ديال السوق الاسبوعي والحركه كيف ما قلت لهم وجهه واحده هي سيدي بوصبر خاصة موسم الزيتون موسم جني الزيتون تكون الحركة غير عادية هنا بالمنطقة. توافد عدد كبير من الزوار المنطقة تشابولا تشابولا تشابولا.
لازلنا مشاهدي متابعي قناة شوف تيفي من السوق الأسبوعي. خميس سيدي بصبار صباح صباحة يوم الخميس. خليكم معنا نشوف واحد الموقع مزيون. نحاول ناخذ شي موقع هنا في بلاصة الأغنى. عشاق الأسواق الأسبوعية هذه هي الأجواء العامة هنا بالسوق الأسبوعي كيف ما تشوفوا. بلاصة كسيبة هنايا وبلاصة الخرفان والأغنام وديك الشيء. تحية صباحية لكل السادة المتابعين والمشاهدين فين ما كنتوا داخل الوطن خارج الوطن. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في كل مكان سواء داخل الوطن او خارج الوطن. ترك سيبا قليلة في السوق الاسبوعي. السلعة قلالت والثمن غالي لدرجة انه قالوا لي شي جزارة بأن اللحم ديال الخروف تطيح ليهم هما حتى 150 درهم. يعني قال لي مستحيل أنه يشتري شي واحد ويذبحو. شكرا تشابولا. نعاودوها مرة أخرى إن شاء الله الرحمن الرحيم. نعاودوها سي حسن المونيتير تبارك الله عليك. تحية متبادلة. نعودها إن شاء الله مع الحلقة ديال البارح. نعودها مرة أخرى إن شاء الله في مكان آخر إن شاء الله. إلى هنا أودعكم متابعي مشاهدي قناة شوف تيفي مباشرة من السوق الأسبوعي خميس سيدي بوزبار. تحية طيبة صباحية للجميع. كنت سعيد باللقاء والدردشة معكم في الصباح الباكر. باقي التفاصيل والأجواء ديال السوق الأسبوعي بعد قليل عبر قناة شوف تيفي في بث مباشر آخر من مكان آخر ومن أجواء أخرى. الأجواء ديال عالم القراوي والسوق الأسبوعي كيف ما تشوفوا الناس تصبح من فيقين بكري والجلالب والبرد والفطور في السوق والحركة والضحك. الناس يصبح ناشطين ديال العالم القروي. ما خاص مشيش طموح كتير عندهم. خاصهم يكونوا هانيين ترانكيل واكلين شاربين الحمد لله. وديك الشي اللي كان تقد كيف تنقلوا تيكفي. مشي ديك الناس عندهم ديك خاصهم يديروا طوموبيل واعرة خاصهم يديروا كذا خاصهم يديروا كذا خاصهم يديروا كذا. لا داكشي اللي قسم الله عايشين تقول لك الحمد لله بخير وعلى خير. تحية صباحية طيبة لجميع المتابعين والمشاهدين فينما كنتم داخل الوطن خارج الوطن. تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك. ولا تذهبوا بعيدا خليكم مع قناة الشعب قناة شوف تيفي وباقي المواد الإعلامية المباشرة والحصرية عبر قناتكم قناة شوف تيفي. تحية الجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.